انا عايز اقول لكم كل حاجه فيه دايبه، خلينا نشوف كده. الصوص بقى ايه؟ خلاص قل اهو، صوص تقيل. طب احنا هنا جهزنا هنا 4 حبات بطاطس متقطعين وتش، معانا فنجان ليمون، عصير ليمون، معانا كيلو صدور فراخ مغسولة وكويس، معانا معلقة كبيرة ونص صوص لحمة أو اللي هو التوابل اللحمة، معانا بصلتين كبار متقطعين وجي برضو، معانا التوابل عبارة عن معلقة كزبرة كبيرة، معلقة 7 بهارات، وعدة ليمون ناشف، معانا عود قرفة، معانا معلقة كركم كبيرة، وطبعا مش هننسى الملح هنضيفه معانا ايه على الأكل. يلا بينا. أول حاجة هنعملها نسلق الفراخ، هننزل بالليمونة الناشفة وعود القرفة والبصل، هنسلق الفراخ نص سلقة كده اللي احنا عايزين الشوربة بتاعتها، وهنضيف شوية ليمون عصير عشان الزفارة، وهنخلي الباقي للطاجن، هنغطي عليها. طيب هننزل ببقية المكونات، هننزل بالتوابل، نقلب كويس، هننزل بالباقي بتاع الليمون، عصير الليمون، نطلع على البطاطس والفراخ. بسم الله، هنغطيها وندخلها الفرن. وهندخلها الفرن على درجة حرارة 180 أو 200، ونديها ساعة إيه براحتها. وده منظره يا جماعة بعد ساعتين، يا ما شاء الله حبيبي، في أجمل من كده؟ يعني أنا عايز أقول لكم كل حاجة فيه دايبة، خلينا نشوف كده. الصوص بقى إيه؟ خلاص قل أهو، صوص تقيل، فراخ يعني، والله كل حاجة فيه دايبة يا جماعة. كده حلوة كده مع حتة بطاطس بقى، لذ من كده ولا أحلى من كده؟ بسم الله. خطير يا جماعة، والله والله تحفة. وده صينية البطاطس بالفراخ.